اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. النهارده سياده الرئيس استقبل في قصر الاتحاديه رئيس السنغال، كان في مؤتمر صحفي مشترك في غايه الاهميه، اكد فيه سياده الرئيس على ضروره تكثيف التعاون ونقل الخبرات المصريه للسنغال واستعداد مصر لدعم الجهود الافريقيه لمكافحه الارهاب والفكر المتطرف. كمان التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وده وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة. لقاء في غاية الأهمية، وتصريحات رئيس السنغال وتصريحات رئيس السيسي أيضا في غاية الأهمية تجاه البلدين. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، ونرحب على التليفون بسيادة السفير صلاح ليما مساعد وزير الخارجية السابق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. مساء الخير يا سيادة السفير. أهلا بحضرتك يا سيادة السفير، أهلا بيك فندم. سيد سفير، أهمية التوقيت في تقدير حضرتك لهذه الزيارة؟ التوقيت هذه الزيارة بيأتي مع قرب تولي السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2022. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الزيارة بتأتي في إطار سلسلة الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس السنغالي، فضلا عن اللقاءات التي تمت على هامش مؤتمرات دولية من قبل، والتي تتجاوز في مجموعها ما يقرب من حوالي 6 أو 7 لقاءات. تأتي أهمية هذه الزيارة أيضا في أن العلاقات ما بين البلدين علاقات متميزة، ويمكن أن تكون مثالا يحتذى به في هذا الإطار على المستوى الأفريقي. لا شك أن العلاقات بين البلدين يعني ذات بعد تاريخي، يعني منذ سنة 1960 عندما استقلت السنغال، وكانت مصر من الدول الداعمة لاستقلالها في عام 1960 كدولة مستقلة ذات سيادة. ثم كان هناك علاقات متميزة في فترة حرب من الاستعمار على مستوى القارة، أثناء فترة رئاسة المرحوم جمال عبد الناصر في علاقته مع سنغور رئيس السنغال آنذاك. ثم تطورت العلاقات لتشمل في الوقت الحاضر علاقات تعد نموذجية فيها نوع من الشراكة على كافة المجالات، سواء كان المجال الأمني أو المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي بشقيه التعليم والصحة، خاصة فيما يتعلق بالثقافة وارتباطها بالتوجه الديني الإسلامي المعتدل الموجود في السنغال، والتي تدعو من خلاله إلى محاربة الفكر الإرهابي، فكر معتدل متسامح للدين الإسلامي. أعتقد سيد سفير أنه السنغال تاني أكبر دولة ليها عدد من الطلاب يدرسوا في الأزهر الشريف هنا بعد السودان. في الإطار الاجتماعي اللي أنا أشرت إليه، شقه التعليم والصحة. من جانب التعليم، هناك علاقات ثقافية متميزة. يمكن في الزيارة دي تم التوقيع على اتفاق ومذكرة تفاهم ثقافية بتدعم التوجه الموجود في السنغال والمتماثل مع الرؤية المصرية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب بالفكر. ومن هنا تؤدي أهمية هذا القطاع الثقافي التعليمي. هناك منح دراسية عديدة لأبناء السنغال بتبقى في الأزهر الشريف وفي الجامعات المصرية. فضلا عن العلاقات المرتبطة بالثقافة والحضارة والآثار ما بين الجانبين. سيد سفير، موضوع سد النهضة كان من الملفات المهمة اللي طرحت على المحادثات النهاردة، وكانت الحقيقة فرض نفسها تحدث عنها رئيس السنغال بصفة رئيس السنغال، وكمان أنه السنغال هتكون هي رئاسة الاتحاد الأفريقي. شايف حضرتك لأي مدى تستطيع السنغال في إيجاد مناطق مشتركة وتوافق ما بين القاهرة وما بين إثيوبيا حول سد النهضة؟ يعني أنا أتذكر أن في عام 2018 اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة تحدث عن الأسس الخاصة بالتفاوض بشأن سد النهضة، وذكر في هذا الصدد
المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الصناعية والثلاثية ذات الصلة، وأضاف بعض آخر وهو الاسترشاد بالتجارب الناجحة لدول متشاطئة على نهر دولي. وكان آنذاك يقصد السنغال في عام 2018. النهاردة السنغال بتتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي ولديها خبرة في هذا الصدد، وهي أنها توصلت إلى اتفاق مع دول الجوار السنغال فيما يتعلق بنهر دولي بينها وبين الدول الموجودة. إذا توليها لهذه المهمة في رئاسة الاتحاد الأفريقي وترعى المباحثات في هذا الصدد، يمكن أن يكون لها دور إيجابي وفعال في هذا المجال، خاصة وأن السنغال دولة لها وزن وتأثيرها ولها هذه التجربة. يمكن أن يكون هذا الأمر يعني يدعو إلى قدر من التفاؤل في إقناع الجانب الأثيوبي بأن التصرفات الوحدية والمنفردة تخالف المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية، وأنه إذا كنا على نهر دولي لدينا تجربة ناجحة يمكن أن نسترشد بها كأشقاء أفارقة أن يكون المصلحة المشتركة هي الأساس والالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة. نعم. سيد سفير، كيف ترى الميزان التجاري ما بين مصر وما بين السنغال، وإزاي نزود الصادرات المصرية للسنغال؟ يعني أعتقد أن السنغال إحدى الدول غرب أفريقيا، وكان هناك اهتمام منذ شهرين بضرورة إعطاء أولوية لمنطقة غرب أفريقيا فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات والإسهام في بناء القدرات، خاصة في مجالات معينة ومحددة، وخاصة أيضا بعد اتفاقية التجارة الحرة القارية التي من شأنها يزيد حجم التجارة بعد يعني ما تم دفع من الاستثمارات في البنية التحتية وفي قطاعات إنتاجية مختلفة. بالنسبة للسنغال هذا بصفة عامة، بالنسبة للسنغال هذا نموذج ينطبق على السنغال بصفة خاصة، حيث هناك آفاق يعني واسعة للتعاون سواء فيما يتعلق بالاستثمارات في البنية التحتية وفي قطاعات إنتاجية، وخاصة من جانب القطاع الخاص ورجال الأعمال وشباب رجال الأعمال أيضا. وأعتقد أن هناك اتفاقات في هذا الصدد خاصة في مجال الطاقة وفي المجال الزراعي وفي مجال البنية التحتية، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تبادل تجاري أكبر بكثير مما هو عليه الآن، لأن التبادل التجاري ما بين مصر والسنغال في المرحلة الحالية ليس على المستوى المنشود. ويمكن أن يكون هناك مراكز لوجستية، ويمكن إنشاء أيضا بنوك، ويمكن أن تقوم بعمليات تمويل. وأعتقد أن كل هذه الأمور وردت في تقرير لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جميع الدول المناطق الأفريقية بما فيها منطقة غرب أفريقيا وخاصة السنغال. تمام، شكرك سيد سفير صلاح الليما، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. طبيعي انه الاشاعات ممكن تبقى كتير، وتحديدا وده هنتكلم فيه النهارده مع حضراتكم. مجلس الوزراء الحقيقه المركز الاعلامي عمل انفوجراف هايل على كميه الاشاعات اللي ظهرت في 2021 وانها كانت الاعلى من الاشاعات. لسه بنقول يا هادي في 22 واشتغلت الاشاعات بشكل كبير، تحديدا هنا كانت على الجهاز المصرفي، وتحديدا هنا بنتكلم على القطاع المصرفي بشكل عام، وقال لك المصريين واقفين توابير على المكن علشان المكن ما فيهوش فلوس. يعني شائعات مشاكل السيوله الماليه داخل القطاع المصرفي زادت الفتره دي. ليه تحديدا الفتره دي؟ خليني ارحب باستاذ محمد الاتريبي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا بحضرتك. مبدئيا في تقدير حضرتك أستاذ محمد، ليه الفترة دي تحديدا زادت الإشاعات على القطاع المصرفي المصري؟ هو يعني دايما في يناير زي ما حضرتك عارفة بيبقى مستهدف إشاعات مغرضة بتشكك في النجاحات اللي بتحققها القطاع المصرفي والحكومة،
واحنا يعني دايما عارفين ان الاشاعات دي بتظهر في هذا الوقت، وكان في رد قاطع من اتحاد بنوك مصر نزل من اسبوع بيرد على الاشاعات المغرضه، انما يعني احنا عارفين بنراهن على وعي الشعب المصري، يعني الارقام هي اللي بتحكم، والمؤسسات العالميه لما تشيد بالقطاع المصرفي المصري وتشيد بالبنك المركزي، لما محافظ البنك المركزي ياخد جائزه احسن واحد من 10 محافظين على مستوى العالم، ده كل ده بيدلك على متانه القطاع المصرفي. لما البنك المركزي بيوافق من اسبوع انه اكبر البنوك الاجنبيه يفتح في مصر اللي هو ستاندرد اند شارتر، فده دليل قاطع على ان البنك الاجنبي اللي جاي عاوز يفتح في مصر ده عارف قوه الاقتصاد المصري وعارف حجم الارباح اللي بيحققها القطاع المصرفي، فعاوز ان هو يستثمر في جمهوريه مصر العربيه. نعم. وبعدين لو حبيت ادي لحضرتك بعض الارقام عشان الاستدلال. أيوة. يعني احنا كان عندنا الودائع في 2014 تريليون و400 مليار. نعم. النهارده عندنا الودائع 6 تريليون و200 مليار. ما شاء الله. يعني وكل شهر، يعني لو حك من خمس اشهر كانت 5 تريليون و7. نعم. فالنهارده بقت 6 تريليون و200 مليار، فمعناها ان كل شهر بتتزايد حجم الودائع، وده بيدلك على ثقه المستثمرين والقطاع في القطاع المصرفي. يعني نعم. المواطنين كل شهر بيزيد ودايعهم في القطاع المصرفي، دي نمرة. نعم. واحد. لما نتكلم على حجم القروض والضغط في الاقتصاد. أيوة. احنا كنا في سنة 2014 580 مليار، احنا نعم. النهاردة بنتكلم في 2.9 من 10 تريليون جنيه مصري. نعم. فالودايع زادت من 1.4 تريليون ل 6.2 تريليون، والقروض زادت من 580 مليار ل 2.9 من 10 تريليون جنيه مصري، فده بيوريكي انه القطاع المصرفي من انجح القطاعات. انا يعني زي ما وضحت البنك الاهلي وبنك مصر ارباحهم هذا العام برغم جائحه كورونا. نعم. ان شاء الله هي البنكين يعني مجتمعين ارباحهم تزيد عن 45 مليار في نهايه عام 2000 في نهايه 21 في 31/12/21. فكل ده بيدلك على قوه الاقتصاد المصري، القطاع المصرفي قوي جدا، ارقامه الحمد لله في نمو، في معيار بيقيسوا بيه كفايه راس المال في البنوك. نعم. المعيار ده على مستوى العالم 13%، على مستوى القطاع المصرفي المصري 19%، فده بيدلك على ان السيوله متوفره، ودي كلها اشاعات مغرضه. نعم. احنا لو بنتكلم على نسبه القروض للودائع، يعني لو في ودائع مثلا ب 100 مليون جنيه، نسبة القروض قد ايه؟ نسبة القروض 48%، فعندك 52% سيولة متوفرة في البنوك. فطبعا كل الكلام ده ليس له اساس من الصحة، انما البيان ده نزل عشان يوضح واحنا عارفين وبنراهن على وعي الشعب المصري، وهي الارقام هي اللي بتحكم اللي بتتكلم. صحيح. وبعدين لما ادي لحضرتك برضه، يعني برغم ان العالم كله، مش بس بقول بقى المنطقة ولا بقول الدول العربيه، لا بقول لك انه اجمالي الناتج القومي او الناتج المحلي في مصر السنه اللي فاتت عامل 3.5% موجب، ورغم ان على مستوى العالم كله اغلب الدول بالثالث، فده كل دي كانت نتيجه ان حصل مبادرات البنك المركزي. صحيح. وباتفاق مع الحكومه. البنك المركزي قبل جائحه كورونا نزل 23 مبادره عشان يحمي الاقتصاد. نعم. والحمد لله ان احنا في الوضع ده في اجمالي ناتج محلي موجب، ومتوقع هذا العام اللي هو يعني 21/22 نصل ل 5%، فدي نسب مرتفعه جدا على مستوى العالم، مش على مستوى المنطقه ولا على مستوى الدول العربيه، لا على مستوى العالم. فبطمنكم وبطمن يعني جميع المواطنين ان فلوسكم امنه. اللي عاوز يسحب فلوسه، اللي عاوز يحول من بنك لبنك ب 100 مليون جنيه. نعم. مفيش أي مشكلة. خالص. متوفرة. خالص. نهائي. أي. طبعًا. نعم. والفلوس المودعين الدليل على كده إنها كل شهر لما تبصي في الأرقام بتاعت حجم الودائع في البنوك هتلاقيها كل شهر بتزيد عن الشهر السابق، دي معناها إن ودائع من مواطنين آخرين بتتزايد شهرًا عن شهر. نعم. نعم. طيب.
اسمح لي هناقشك في كذا نقطة أستاذ محمد، وده مهم قوي بالنسبة للناس. مبدئيا فتح بنوك جديدة في مصر لها دلالة قوية على قوة الاقتصاد المصري وعلى الثقة في البنوك المصرية والبنك المركزي المصري. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة مفيدة يعني. البنوك في بنوك كتيرة جدا بتطلب إنها تاخد رخصة في مصر. أيوة. أنت عارفة عدد البنوك وصل 38 بنك. إنما البنك المركزي بيختار مين اللي يديله رخصة، والرخصة دي هتفيد القطاع وهتفيد الاقتصاد الوطني ولا لا. فلما بيختار بيدي رخصة للبنك، يدي الرخصة للبنك هيسري ويعمل منافسة بين البنوك اللي بتتعامل في جمهورية مصر العربية. عشان كده ادى الرخصة دي لأحد البنوك العالمية اللي هو ستاندرد شارتر. نعم. طيب أستاذ محمد، الحفاظ على الدولار وقيمة الجنيه ده مش ليه دلالة برضو رغم كل اللي بيحصل على مستوى العالم، واحنا عندنا الدولار مازال في ما تحركش ما غليش. الناس كانت زمان تقعد تقول لك الدولار غالي الا مش عارفه ايه الايه، لكن انت مازال الدولار المصري بيتحرك في مساحه او في ظروف يعني نقدر نقول ضيقه جدا او قليله جدا وما ارتفعش رغم الارتفاع العالمي. خليني اقول لحضرتك حاجه برضو. طلوع زي ما حضرتك قلتي ان الدولار يطلع او ينزل بدل بيتحرك في الحدود الامنه، ده ما يقلقش سواء الدولار طلع شويه او نزل انما عاوز ادي لحضرتك مثال. في 2016 لما حصل تعويم للجنيه المصري والدولار كان وصل تجاوز ال 18 جنيه في هذا الوقت. اللي حول فلوسه لجنيه مصري في هذا الوقت واستثمر بالجنيه المصري بدل العمله الاجنبيه كسب 10 اضعاف اللي ساب فلوسه بالعمله الاجنبيه. ليه؟ لانه فرق الفايده بين الجنيه المصري والدولار لو حضرتك تتذكري كان في سلسله الاوقات الفايده ال 20 ثم 15 ثم 11 والفايده على الدولار كانت لا تتجاوز ال 2-3%. وبالتالي اللي احتفظ بجنيه مصري فرق الفايده سنويا كان لصالح الجنيه المصري. زائد ان سعر الدولار لما وصل كان ل 18 وتجاوزها انخفض ل 15.70، فده معناها انه اللي احتفظ بجنيه مصري في هذا الوقت هو كسب في حالتين، حاله انه اسعار الفايده بياخد فايده اعلى من الدولار وفي نفس الوقت حصل تحسن في الجنيه المصري. فاحنا لا يقلقنا انه الدولار يتحرك شويه لفوق لا بالعكس، ده انا بقول انه رغم اللي بيحصل على مستوى العالم بتفق مع حضرتك. لو تشوف اللي حصل في تركيا وسعر العمله بتاعتهم انخفض ازاي، فالحمد لله ان مصر الجنيه القوي. ولما الدولار يطلع او ينزل ده مش ده بالعكس دي حاجه صحيه ما فيهاش اي مشكله ما دام ما بيحصلش قفزات زي اللي حصلت في الدول الاخرى. نعم. طيب من فتره كده، الفتره كانت قريبه يعني بنتكلم في قيمه حوالي مثلا 20 يوم شهر كده استاذ محمد، قالوا انه الفايده الامريكيه لو اتحركت ده هيضر بمصر، وكان اخر قرار كان يوم الخميس اعتقد انه الفايده الامريكيه ما اتحركتش. ايه اللي كان ممكن يضر مصر مع تحريك الفايده الامريكيه؟ لا هو النهارده يعني ده كلام مش صحيح. الفايده على الدولار هو الفد او البنك المركزي الفدرالي يعني قال ان انا خلال هذا العام هرفع سعر الفايده. هرفعه ثلاث مرات. حضرتك متصوره هيرفع الفايده ثلاث مرات هيوصلها لايه؟ هيبقى بدل ما هي مثلا 25 بيزس بوينت هتبقى 1.25 مثلا، هيرفعها 1% في السنه. ولا تمثل اي شيء، يعني النهارده هتاخدي فايده على الدولار 2% وانت بتاخدي على المصري النهارده 11%. فعندك فرق 9%، فهو رفع الفايده ده لا يمثل شيء بالنسبه للجنيه المصري. المؤسسات لما بتبص لحاجتين، بتبص لسعر الفايده وبتبص لقوه ومتانه الدوله والاقتصاد بتاع الدوله. فعشان كده انت ما زال الجنيه المصري له بريقه وما زال هناك استثمارات في الاذون الخزانه بالجنيه المصري تتجاوز ال 30 مليار دولار، كانت وصلت ل 33 مليار دولار. عندك احتياطي نقدي 40 مليار دولار،
فان السيدة تطلع على امريكا هتطلع 1%، لا تمثل شيء، 1% لا تمثل شيء. فده بس ردا يعني على ارتفاعها ملوش اي ضرر بشكل او باخر. لا اصلا هي مش هترتفع مثلا 5-6-7%، هي كل اللي هتطلعه يعني تحريك بسيط هيتحرك 25 بيزس بوينت كل مثلا 3 اشهر. نعم بنتكلم في 75 بيزس بوينت اقصى حاجه 1% في السنه كلها. نعم 1% مش دي المقياس. الدول بتقاس بقوه اقتصادها بالفايده طبعا. ان لما النهارده الناس بتستثمر زي ما قلت حضرتك بتستثمري بالجنيه المصري بقالك 5 سنين من ساعة تعويم الجنيه بتاخدي فايدة وصلت لكانت 20 و15 و11. نعم طبعا أحسن ده الاستثمار في أذون الخزانة من أنجح الاستثمارات اللي حصلت على في تاريخ الخمس سنوات السابقة. إن مصر من أنجح يعني اللي استثمر في أذون الخزانة بالجنيه المصري يعتبر أخذ أحسن عائد على مستوى الاستثمارات اللي حدثت في العالم. نعم نعم. طيب أستاذ محمد، مهم قوي نقول للناس أهم نجاحات الجهاز المصرفي كانت في إيه في تقديرك؟ لا غير الشهادات الدولية. لا لا أهم نجاحات الجهاز المصرفي أنه الاقتصاد ضخ الفلوس في شرايين الاقتصاد. تشغيل العمالة، ما هي لما إحنا بنقرض معناها أن في مشاريع بتقام. أيوة. معناها أن في عمالة بتشتغل، عشان كده هتلاقي انه البطاله انخفضت في مصر نتيجه أيوة. المشاريع الكبيره اللي بتقوم بها الدوله والبنوك بتمول هذه المشاريع. فانت خلقت فرص عمل كبيره جدا. عندك المبادره بتاعت البنك المركزي في المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر دي شغلت ملايين الناس، سواء سيدات سواء شباب سواء رجال، والبنوك ضخت فيها اكثر من 400 مليار. ايوه دي من اهم المبادرات كمان الحقيقه. لما نيجي نتكلم على مبادره التمويل العقاري المحدود الدخل. أيوة. اللي الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قالها 100 مليار جنيه بتسعر فايده 3%. نعم دي اللي بيتمتع بيها المواطن اللي هو عاوز يحصل على شقه وطبعا مرتبه محدود، فده تشجيعا له ادينا له فتره 30 سنه وسعر فايده مخفض 3%. نعم. ده مبادره جيده جدا للمسؤوليه المجتمعيه. وخدي بالك سيادتك اللي بيتحمل هذا الكلام هو البنك المركزي. أيوة. لانه احنا كبنوك ما نقدرش نسلف ب 11، ما نقدرش نحط ودائع العملاء ب 11% ونسلف ب 3%. ايوه او نسلف ب 8% الاصطناعي. نعم. اللي بيتحمل الفرق ده هو البنك المركزي. أيوة. لانه البنك مش البنك هدفه الربح. أيوة. مش هدفه انه يخسر. فأنا النهاردة لو بحط ودائع بدي للناس 11% على الشهادات مش هينفع أسلف الناس ب 3%. فالبنك المركزي هو اللي بيدعم الفرق بين الثلاثة وبين السعر 11%. تمام. فدي برضو مبادرات مميزة من البنك المركزي للمواطن المصري وللاقتصاد ولتشغيل العمالة. ولو قلت لك أنه نسبة الشمول المالي لو نتذكر في 2014 كان عدد المتعاملين مع البنوك والمؤسسات لا يزيد عن 14%. النهارده وصل الشمول المالي ل 52%. فكل دي نجاحات البنك المركزي وقطاع المصرف. طبعا طبعا. تمويل مولته المشروعات الصغيره والمتوسطه بكام تقريبا استاذ محمد؟ ما انا قلت لحضرتك باكثر من 400 مليار. 400 اكثر من 400 مليار، تمام. عندي سؤالين لحضرتك، ما هو فرصه بقى تبقى معايا ولازم نطمن الناس على حاجات كتيره. تسديد الديون المصريه ماشيين في مواعيدها وماشيين بخطوات، احنا عارفين السداد ازاي؟ طبعا حضرتك عمر ما مصر اتاخرت عن سداد دين بيع. مصر كانت في الظروف الصعبه اللي هي ما نتكلم في 2002 و2003 قبل ما القطاع المصرفي يتطور التطور اللي حدث فيه في الفتره الحاليه ويتشيل بيه المؤسسات العالميه وصندوق النقد الدولي. عمرنا ما تاخرنا في سداد اي قروض او اي التزامات على مصر، فالحمد لله. انا عاوز اقول لك حاجه، انه البنك المركزي المصري هو جايز البنك الوحيد اللي في العالم اللي بيضمن ودائع العملاء. لو حضرتك تتذكري لما تتذكري في بنك الاعتماد والتجاره لما اعلن افلاسه على مستوى العالم. ايوه كان عندنا هنا بنك اسمه بنك الاعتماد والتجاره تبع البنوك تبع البنك اللي بره. نعم البنك المركزي ضمن ودائع العملاء ونقل كل التزامات بنك الاعتماد والتجاره الى بنك مصر. نعم ومفيش عميل خسر ودائعه.
فما فيش بنك في العالم بيضمن ودائع العملاء. فأمريكا مثلا لو في بنك تعثر عندهم البنك الأمريكاني ما بيضبش أكثر من 100,000 دولار للعميل فقط. إنما في مصر لا، فلوس كلها مضمونة في البنوك كلها، مش في بنك الأهلي ولا بنك مصر ولا لا، في جميع بنوك مصر. فكل ده بيوريك قوة البنك المركزي. وزي ما قلت لسيادتك، لما محافظ البنك المركزي يحصل على جائزة انه من احسن 10 محافظين في العالم، صحيح، ده دليل صحيح على قوة البنك المركزي وقطاع المصرف. واحنا تسديد الديون على مصر في مواعيدها والتزام مصر كما هو. نعم. طيب سؤالي الأخير وده بيهم ناس كتيرة قوي أستاذ محمد، هل ممكن ترتفع الفايدة في البنوك؟ هي دلوقتي كام، 4% أعتقد؟ لا الفايدة، لا أنت بتتكلمي على الكوريدور. أي الكوريدور ده؟ من 8.25 ل 9.25، ده سعر البنك المركزي اللي هو كل 5 أسابيع بيعلن سعر الفايدة. نعم. الفايدة تطلع أو تنزل، اللي بيحددها البنك المركزي، وبيحددها بناء على إيه؟ لو شايف ان هناك تضخم فبيبدا يحرك سعر الفايده. انت حضرتك لو تتذكري ساعه تحرير سعر الصرف كان وصل التضخم 33%. نعم. البنك المركزي بسياسته الحكيمه نزل التضخم، وصل 5.5 و6%. فالحمد لله التضخم البنك المركزي عمل عليه كنترول كبير جدا. صحيح. والارقام بتاعته اللي بيزيحها البنك المركزي سنويا بالعكس هي بتقل كمان. يعني هو بيقول انا مستهدف سعر تضخم 7% بلس اور ماينس 2%. أيه. لا دايما بيبقى في الناحيه السلبه، يعني في الناحيه اللي هي المصلحه. نعم. فكل ده مرتبط بسعر بالتضخم وسعر الفايده والبنك المركزي هو. فيعني انا مش متوقع، احنا بقى لنا فتره ثابتين على هذه الاسعار، يعني أيه 4 هي 8.25 9.25، مش هتزيد عن كده، ده توقع ممكن حضرتك تتحرك. لا يعني انا ما اقدرش طبعا. نعم. اللي بيحدد هذا الكلام هو البنك المركزي. انا فاهم، اقصد انما زي ما بحكي لسيادتك، احنا بقى لنا تقريبا اكثر من سنه سبتين. الاسعار ما بتتحركش، ولو اتحركت هتتحرك في حدود ضيقه جدا. نعم. إيه بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا، اشكرك، اتمنى لكم التوفيق دايما لكل القطاع المصرفي، واستاذ محمد الاتريبي تحديدا رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر. اعتقد ان احنا يعني في المداخله دي ردينا على كل الاسئله وكل مش الاسئله والاشاعات، لا والهرتله كمان اللي كانت حاصله الفتره اللي فاتت على القطاع المصرفي. انا بما ان انا كنت عدت حلقه يوم الاربعاء اللي فات علشان كان في ماتش، وربنا مع مصر بكره طبعا، لكن ما ينفعش ابدا رغم التاخير ان انا ما اتكلمش عن ياسر رزقي الله يرحمه. هو عموما سيد الريس، الخبر بيقول انه سيد الريس هيوفد بكره سيد العميد محمود وهدان للتعزيه في وفاه مرحوم الكاتب الصحفي الاستاذ ياسر رزقي في مسجد المشير بكره الحد ان شاء الله. حاله الحزن اللي فرضت نفسها على الوسط الصحفي خلال اليومين اللي فاتوا دول بتاكد المكانه والمحبه الحقيقه اللي كان بيمتلكها كاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق. ياسر صاحب تجربة صحفية متفردة ومهمة، كل التعازي للصديقة الكاتبة الصحفية الأستاذة أماني درغام والأسرة ياسر رزق، ربنا يصبركم على فراقه. ياسر رزق من أجمل الشخصيات اللي أنا شخصيا قابلتها في حياتي، بتكلم على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. ليا مع ياسر ذكريات كتيرة جدا، وجمعني أنا وياسر في مسبيرو تحديدا ذكريات يناير. ياسر كان ساعتها رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وأنا كنت ساعتها رئيسة القناة الأولى في التلفزيون المصري، ولينا ذكريات كتيرة قوي 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 ومهمة، ولينا شهادات مهمة على اللي حصل في مسبيرو في يناير 2011. يعني أنا وهو الحقيقة كنا شاهدين على أحداث كتيرة جدا حصلت في مسبيرو في يناير،
الله يرحمك ياسر. ياسر مشي، هو كان بعت لي الكتاب بتاعه وانا ما لحقتش اقرا الكتاب للاسف. بس عايزه اقول لحضراتكم انه من اجمل الاهداءات اللي جات لي كانت من ياسر رزق. ياسر رزق كان كاتب لي الاخت العزيزه عزه مصطفى: هذه شهادتي عن سنوات صعبه عشنا ايامها بمرها وحلوها، وكانت ليكي فيها مواقف وطنيه محترمه اعلمها جيدا كل المحبه ياسر رزق. بعت لياسر اول ما لقيته بعت لي الكتاب وسابه لي، والاهداء ده الحقيقه فكرني وقلب عليا حاجات كتيره قوي. عشان كده كنت بقول لحضراتكم انا وياسر لينا ذكريات عن في مسبيرو يناير تحديدا 2011 عشتها انا وياسر. وبعت له قلت له مبروك الكتاب وهقرا ونتناقش وبشكرك على الاهداء ده ودي شهاده عظيمه. فكرتني بالايام دي يا ياسر، بس للاسف ياسر راح وما لحقتش اقرا الكتاب ونتناقش فيه انا وهو، لانه يعني دائما ابدا لما حد بيبعت لك كتاب وبتقرا تكلم صاحب الكتاب، بتقعد تناقش الكتاب وبتقول له وجهه نظرك كانت عامله ازاي. الله يرحمه، شخصيه وطنيه اصيله محترمه 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 ياسر رزق. ربنا يرحمه يا رب ويجعله في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. كنت مع الاستاذ محمد الاتريبي بقول لحضراتكم على الشائعات اللي طول الوقت شغالة على مصر، وكانت عن القطاع المصرفي وضح لنا أمور كتيرة جدا. لكن الحقيقة في جهد مبذول، يعني لازم أحيي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عليه، لأنه بتسمع الإشاعة على طول بتلاقي الرد وعلى طول بتلاقي الإنفوجراف موجود وتلاقي الصح إيه، ويعمل لك الإشاعة يقول لك هي دي الإشاعة ويقول لك الصح بتاعها إيه، والأداء بقى سريع جدا جدا في الرد على الإشاعات. واللي لفت نظري في حصاد مواجهة الشائعات خلال 2021 إن هي كانت أقوى سنة في السنوات السبعة اللي فاتوا. خلينا نتأكد وارحب بشخصية بتبذل مجهود كبير قوي الحقيقة، هي والمجموعة اللي معاها، دكتورة نعيم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. دكتورة نعيم أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة عزة، ومتشكرة على المقدمة الجميلة اللي حضرتك أشرتي ليها، وحضرتك حطيتي إيدك على نقطة مهمة جدا، إن فعلا إحنا بننتهج في المركز الإعلامي استراتيجية الرد الفوري والسريع على الشائعات. لا الحقيقة بذلين مجهود لازم أحييكم عليه، شكرا بجد. ربنا يخلي حضرتك، ربنا وسادة نعتز بيها كلنا، لأن إحنا بنعتبر نفسنا إن إحنا حائط الصد عن الدولة المصرية في هذا الملف. صحيح صحيح. واحنا في حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، وهي دي الاداه الرئيسيه لهدم الدول. نعم. واحنا بنتعامل مع جماعات معاديه للدوله المصريه. نعم. وبشكل مستمر بتتبع منهجيه بشكل مستمر انها تعد وتنتج شائعات كتير عميقه، مش عايزه اقول لحضرتك متحوره. يعني احنا من واقع الرصد اللي تم خلال الفترة السابقة على مدار من 2014 لحد دلوقتي، رصدنا تحور في الشائعات واختلاف كبير بشكل علمي جدا. تحور في تحور. ايوه يا فندم، زي كورونا كده الاشاعات، زي كورونا. ايوه بالظبط كده، بيحوروا الاشاعات زي كورونا. ايوه، وبتلاقي الشائعات بيتم اصدارها بشكل مستمر بطرق مختلفه، باليات مختلفه، بادوات مختلفه، خاصه مع الانتشار الكبير للتكنولوجيا دلوقتي، وده بيساعد بشكل كبير على تزييف الحقائق. نعم. لأن التكنولوجيا زي ما ليها إيجابيات هي ليها سلبيات طبعا. فبالتالي بيبقى في تزييف كبير للمعلومات. نعم. وده اللي احنا بنتعامل معاه بشكل دوري،
في الرد على الشائعات المختلفة اللي زي ما قلت لحضرتك بتتعلق بمعظم الملفات اللي بتخص الدولة المصرية. مهمة صحيح. بالضبط كده. وده موضوع في منتهى الأهمية لأن ده بيمس الوعي بتاع المواطن. أنا لفت نظري دكتورة أنه 2021 كانت أعلى نسبة شائعات. أيوة الحقيقة زي ما حضرتك شايفة وإحنا بنتعمد في الحصاد نوضح أيوة. التطور بتاع الأعداء المعدل تزايد الشائعات زي ما حضرتك شايفة أن 2021 هي الأعلى في انتشار الشائعات. بس في نقطة مهمة عايزة ألفت نظر حضراتكم ليها اللي هي انخفاض الشائعات اللي بتخص ملف كورونا. لو حضرتك تتذكري مع بداية أزمة كورونا هنلاقي ان معدل الانتشار حضرتك عارفة طبعا في ظل الأزمات الشائعات بتزيد طبعا فبالتالي طبعا. بالتالي كان في تزايد كبير للشائعات وكان ده بيتطلب مننا في المركز الإعلامي ان احنا نطلع تقرير يومي بيرد على الشائعات فقط اللي تخص كورونا اللي تخص الرد على المعلومات المغلوطة الخاصة بكوفيد 19 هتلاقي حضرتك في الانفوجراف رقم 5 احنا بنوضح قد ايه حصل انخفاض وده بيدل انخفاض في معدل انتشار الشائعات برغم استمرار الأزمة زي ما حضرتك شايفة والتحورات المختلفة اللي حصلة في هذا الفيروس ومع ذلك زي ما حضرتك هتلاقي حصل انخفاض بنسبة 33.5% 33.5 نقطة مئوية ده انخفاض في نسبة الشائعات المتعلقة بكورونا من 51.8 ل 2021 بقى 18.3 وده بيوري قد ايه ان الدولة المصرية كانت ادارتها ناجحة جدا لأزمة فيروس كورونا وهتلاحظي حضرتك ان الانخفاض بدأ ان حصل تزايد في مارس 2020 ابريل كان حصل زيادة من 17.7 ل 18.1% وابتدى لو تلاحظي حضرتك المنحنى ينخفض لحد صحيح. ما وصلنا لنوفمبر 2020 هتلاقيه حضرتك ارتفع ل 6.5% ده عشان التحور الاولاني للفيروس ومع الادارة الناجحة برضو لهذا الملف بنلاقي ان حصل انخفاض تاني بشكل مستمر لحد مايو 2021 هنلاقيه وصل ل 2.2 ارتفع تاني عشان التحور الجديد المتحور الجديد هتلاقي ده بيوضح بشكل كبير قد ايه كانت الدولة المصرية كانت ادارتها ناجحة لازمة فيروس كورونا وده ساهم بشكل كبير احنا اثبتناه في انخفاض معدلات انتشار الشائعات في ملف كورونا ده ما يمنعش ان حصل تزايد في اعداد الشائعات زي ما حضرتك اشرتي وان 2021 هو وصل للاعلى اللي هو 23.5% لان زي ما قلت لحضرتك الاكتر الاكتر دكتور نعيم بتبقى الاشاعات طالعه على الوزارات الخدمية زي ما بنقول ولا يعني أكتر القطاعات بعد كورونا يعني ده حضرتك حكيتي قصة كورونا تمام. لكن إيه في مجالات الخدمية مثلا بتبقى الإشاعات عليها أكتر طبعا يا فندم بتلاقي حضرتك مثلا ملف التعليم ده واخد رقم واحد في انتشار الشائعات تعليم ملف التعليم ليه بقى انا هقول لحضرتك مش بس عشان هو قطاع خدمي وانه مرتبط كمان بشكل كبير بشكل مباشر بالمواطن انما خلينا نقول ان في علاقة بين معدل انتشار الشائعات والاحداث المثارة والراهنة اللي بتحصل ملف التعليم ده كان فيه تطوير وملف التعليم ده حصل فيه ارتباط برضو بالأزمة بتاعت كورونا وهل هل هيتم صحيح. هيبقى فيه امتحانات ولا مفيش امتحانات هتؤجل للامتحانات يعني يبقى واخد اكتر من بعد بيساعد في ده زائد كمان ان احنا بنلاقي ان دايما الشائعات بتنتشر في اطار اي قرارات او سياسات او قوانين تكون جديدة بيتم اصدارها او
او كمان هنلاقي انها مرتبطه جدا بالانجازات، هتلاقي في ارتباط كبير جدا بالانجازات. حضرتك هتلاحظي ان في شائعات كتير جدا، هتلاقي تاني قطاع في خلال هذا العام هو قطاع الاقتصاد اللي كان معظم الشائعات اللي مرتبطه بيه، الشائعات المرتبطه بالمشروعات القوميه وعلى الاخص مشروع العاصمه الاداريه الجديده. ايوه كان في كم من الشائعات بيستهدف هذا الانجاز العظيم اللي بتقوم بيه الدوله المصريه بشكل كبير جدا وملحوظ. وهتلاحظي حضرتك في الشائعات احنا عاملين انفوجراف مخصوص بيوضح ايه هي الشائعات المتكرره، هتلاقي معظم الشائعات المتكرره مرتبطه مرتبطه بالمشروعات القوميه والانجازات اللي بتتم على الارض، وخاصه مشروع العاصمه الاداريه الجديده. نعم. هنلاقي زي ما قلت لحضرتك، وطبعا ده بالاضافه بقى للخطط والتطوير اللي بتتم في القطاعات المختلفه، طبعا المناسبات والاعياد. يعني حضرتك كل مناسبه في رمضان في شائعات معروفه بتطلع في رمضان بمناسبه في شائعات بتستهدف في شائعات المواسم، عارفه يقول لك ايوه شائعه المواسم زي رمضان وزي الاعياد وزي زي يناير زي كده يعني. بالظبط، وزي ما قلت لحضرتك ان الشائعات دلوقتي بقت اكثر تعقيد وتحور عن قبل كده. رصدكم يا فندم دكتور نعيم، رصدكم للاشاعات هل بتبقى من خلال السوشيال ميديا ولا بتبقى ميدانيه على الارض، ولا بتعرفوا ازاي بترصدوها ازاي؟ دلوقتي يا فندم احنا عندنا اليات كتير بنتعامل بيها في هذا الملف، بس زي ما حضرتك اشرتي السوشيال ميديا هي يعني مصدر خصب جدا لانتشار الشائعات. صحيح. خاصه ان ما اللي بينشر معلومه مش مطلوب منه انه يقول مصدرها ايه. فبالتالي هي مصدر رئيسي لانتشار الشائعات، بس كمان في وسائل كتير زي ما حضرتك عارفه في 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 القنوات المعاديه للدوله المصريه في مواقع مختلفه دي مش شغاله غير على اطلاق الشائعات كده، وبتعملها يعني يعني باسلوب ممنهج يعني مستمر لنشر الشائعات. أيوه. احنا أيوه. كمان في المركز الاعلامي بنستخدم اليات كتير، من ضمن الاليات ان احنا عاملين ارقام واتساب وهنا دي نقطة مهمة جدا. يعني احنا اول ما بدأنا في التصدي لملف الشائعات كنا عاملين ايميل مخصوص لاستقبال الشائعات، وعايزة اقول لحضرتك ان ما كانش بيجيلنا اي ايميلات يعني فيها الاستيضاح عن اي معلومات. انا بقول لحضرتك نتيجة ارتفاع وعي المواطن انه بدأ دلوقتي بشكل مستمر، مش ايميل بس، احنا دلوقتي كمان عملنا ارقام واتساب، بقى المواطن بيستوضح الكثير من المعلومات وبيبلغنا بنفسه ان في شائعات منتشرة وبيطلب انه يتعرف على المعلومة الصحيحة. ده كلام مهم جدا، والحقيقة بحييكي على المجهود حضرتك وفريق العمل اللي معاكي، وبشكرك دكتورة نعيم، بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نعيم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامي لمجلس الوزراء. هنحاول كده النهاردة نقول لحضراتكم يعني الجو أخباره إيه، تطوراته عاملة إزاي بكرة وبعده، لأنه طلع كلام كتير. لكن إحنا عندنا موضوع محتاج أعرف عنه تفاصيل، لأنه كانت من فترة مش كبيرة كان مجلس الوزراء وافق على مد فترة توفيق أوضاع الجامعات الأهلية عام، كان المفروض يخلص يوم 11 يناير 22، مدوه ل 11 يناير 23. فعايز أعرف من الأستاذ طلعت عبد القوي، هل الناس مش عارفة إزاي، ما عندهاش المعلومة إزاي توفق أوضاعها؟ أخبار الجامعات الأهلية إيه اللي وفقت أوضاعها وإيه اللي لسه ما وفقتش أوضاعها، واللي مش عايز، في ناس مش عايزة توفق أوضاعها ولا مش عارفة، يعني مسألة مختلفة تماما. مش كده، رحب بسيادة النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. مساء الخير يا فندم. قانون طلع، مساء الخير يا فندم. قانون طلع قانون 149 لسنة 2019، وكان في المادة الثانية من القانون نص على إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكل أي كيان أهلي عليه أن يوفر أوضاعه طبقا للقانون في خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية. تمام. فاللائحة التنفيذية صدرت بالظبط 10
11 يناير 2021. نعم. فأصبح قدام كل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات وأي كيان بيمارس عمل أهله عليه أن يوفق أوضاعه في خلال سنة. نعم. أي تنتهي الفترة 11 يناير 2022. نعم. حصل برضو المشكلة أن المكات بتواجه الجمعيات والمؤسسات الأهلية. بالمناسبة إحنا عددنا الجمعيات الأهلية اللي كانت مشهرة طبقا للقانون 84 سنة 2002 عددها 52,000 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الوطن. تمام. طبعا دولت كان المشكله عندنا كانت بتواجهنا ان احنا التسجيل عباره رقمي وتسجيل الكتروني. أيوة. تسجيل ورقي والكتروني. نعم. فطبعا الموضوع الالكتروني بالنسبه للجمعيات القاعديه بتبقى مشكله كبيره جدا. يعني ايه الجمعيات القاعديه يا سيدنا؟ الوحدات اللي هي على مستوى الجمعيات الصغيره، جمعيات تنميه المجتمع اللي في القرى، في العزب، في الاحياء الشعبيه. اعتقد دول اللي محتاجين توضيح وشرح اكتر. بالظبط كده. دول بقى دول بقى عشان تقول له يعني ادخل الكتروني بتجد صعوبه. فضلا عن ذلك، ودي برضو يعني عشان كان طبعا ده اسلوب جديد كان اول مره يستخدم، ان الموقع بتاع وزاره التضامن اتفتح في شهر سبتمبر 2021. طبعا يبقى في 9 شهور عدوا ما كانش فيه فرصه ان الجمعيات تدخل على الموقع الالكتروني. تمام. يبقى احنا بنتكلم في 4 شهور اللي هو من شهر 9 لشهر يناير. ايوه. بالاضافه برضه في صعوبات كانت بتواجه الجمعيات الاهليه، وهي حضرتك ان طبعا جائحه كورونا وفي اجراءات احترازيه. نعم. بتمنع انعقاد الجمعيات العموميه الغير عاديه، لان صحيح. اي جمعيه عشان توفى اوضاعها لازم تعقد جمعيه عموميه غير عاديه. في جمعيات عموميه غير عاديه تصل الى الاف، فقد يكون من الصعوبه المكان ان الجمعيات دي كانت تجتمع عشان تعمل جمعيات عموميه غير عاديه بشكل صحيح. كل هذه الملابسات اثرت تاثير سلبي حتى الهيكل الوظيفي لوزاره النظام الاجتماعي على مستوى الادارات والمديريات على مستوى الوطن، كانت بتواجه بصعوبه بالغه نتيجه الضغط الشديد اللي عليهم. نعم. ومن هنا يمكن جت فلسفه، انا تقدمت كنائب في البرلمان في مطلع ديسمبر 2021، تقدمت. نعم. مشروع قانون عشان امد العمل لمده 6 شهور. ايوه. يعني وكنا بنعتبر ده مثلا برضه فتره كافيه، ولكن طبعا الحكومه يمكن في اجتماع العقد في الاسبوع قبل الماضي. أيوة. يمكن تقدمت بمقترح مشروع قانون. أيوة. مقترح مشروع قانون عشان نعدل الماده الثانيه في مواد الاصدار، وان يستمر العمل بدل ما ينتهي في 11 يناير 2022. صحيح. ما هو ده لازم قانون. ودي برضه حضرتك خلينا نتكلم في فلسفه هذا التعديل. اولا. أيوة. يهمني جدا اللي تقدم حتى الان من ال 52,500 اتقدم من شهر يناير بقى، من ساعة ما الوزارة شغلت الموقع بتاعها، من شهر سبتمبر لشهر يناير كم جمعية وفقت أوضاعها أستاذ؟ اللي تقدم على الموقع 32,000 جمعية على الموقع. اللي استوفى ورقه بالظبط وخد الأوكي 28,000. طيب هنا بقى بسأل حضرتك سؤال. طبعا. الفرق من اللي خد موافقة ال 28,000 جمعية من ال 32 اللي قدموا. هل ناقصهم أوراق ولا؟ طبعا بقى في مثلا في ممكن تعديل، في ناقصهم أوراق، في تعديل أو ما شابه ذلك. في تعديل بيعدل في الأوراق، بيزود حاجة، بينقص حاجة. فدي طبعا بيواجه مشكله لازم، فده بنديله فرصه. هو قدم في الميعاد، هو قدم في الميعاد ويعتبر كده خلاص بقى. الواحد قدم في الميعاد. أيوة. ممكن يستوفي ورقه، يستوفي ورقه. أيوة. عنده حاجه ناقصه يكملها. انما انا بتكلم في حوالي 20,000 ما قدموش خالص. دول طبعا هيبقى لهم فرصه جيده ان هم يتقدموا في خلال ال 20,000 بقى. توقعاتك ليه ما قدموش؟ ما احنا عايزين نعرف. انا بقول لحضرتك الناس ناقصها ايه من معلومات او من اجراء علشان الناس دي تبدا تقدم. هو حضرتك مثلا موضوع يعني التقديم الورقي الناس كلها هتبقى عارفاه سهل، انما الالكتروني عشان تدخل على الموقع والموقع يفتح والموقع يقفل، دي كانت بتجد صعوبه في بعض الجمعيات واحنا كنا بنحاول نساعدهم كاتحاد. يعني عام. النتيجه في ان هو مش عارف يسجل يا فندم على الموقع ولا ان الموقع بيقع كتير ما بيبقاش شغال؟ هو الاثنين حضرتك. يعني هو طبعا الموقع متاخر، اللي انا كنت المفروض اعمله في سنه انا بعمله في 4 شهور. تمام. طبعا حضرتك برضه طبعا اكيد هيبقى من الصعوبه المكان ان انا يعني 52,000 كان هيتقدموا في سنه،
انا بخليهم يتقدموا في اربع شهور طبعا هاجد هنجد صعوبة. فطبعا السنة الجديدة دي هتدي فرصة لاكثر من حاجة. نمرة واحد ان ال 20,000 دول يبقوا لهم فرصة ان هم يتقدموا. نمرة اتنين بقى ودي مهمة جدا الناس مش واخدة بالها منها، ان احنا بنقول القانون الجديد بيقول ايه، اي كيان بيمارس عمل اهلي عليه ان يوفق اوضاعه طبقا لجمعياته الاستثمارية. بمعنى ده خارج ال 52,500 في كيانات بتمارس عمل اهلي ومش واخده شكل الجمعيه او المؤسسه، لا عليه برضه في شكل جمعيه؟ طبعا. طب ازاي هو يبقى عارف ان هو جمعيه وهو مش مسجل ومش هقول لك عليك ازاي؟ يعني في مثلا واحد طبيب مثلا وبيمارس اعمال مثلا قوافل طبيه او خدمات صحيه، دي اسمها خدمات عمل اهلي، لابد ان يوفق اوضاعه طبقا للقانون الجديد. لا مش هيقدر يمارس، اي شخص مش هيمارس عمل اهلي الا اما ياخد الصفه القانونيه اللي هي منصوص عليها القانون، يبقى جمعيه يبقى مؤسسه. يعني دي حاجات منصوص عليها القانون. يبقى اي كيان بيمارس عمل اهلي عليه ان يوفق اوضاعه طبقا للقانون 149 لسنه 2019 واللائحه التنفيذيه 104 لسنه 2021. نعم. يبقى طبعا مساله تنظيميه وغايه في الاهميه. واحنا بنقول ان احنا الناس تشتغل في الشرعيه. يعني احنا بنقول لاي كيان انت بتمارس عمل اهلي، سواء طبيب سواء محاسب سواء محامي، يعني في بعض المحامين يقول لك انا والله محامي بدافع عن مثلا المسجونين السياسيين. لا، انت بقى تدافع عن المسجونين السياسيين اعمل جمعيه او مؤسسه، واعمل جمعيه عشان تساعدهم عشان كذا وهكذا. انما عشان تقول لك شخص، لا اسف، القانون مش هيبقى في صفك. وبالمناسبه القانون برضه بيقول ايه؟ اي كيان سواء جمعيه او مؤسسه او اتحاد او منظمه حتى اجنبيه غير حكوميه مش هتوفر اوضاعها في خلال السنه اللي هي المفروض تنتهي في 2023 اللي هو عام المجتمع المدني اللي قال عليه السيد هتحل الجمعيه وتقول اموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الاهليه. يعني القانون بيقول ايه حضرتك؟ اللي مش هيوفر اوضاعه في الجهه الاداريه هتلجا للقضاء. لان طبعا انت عارف حضرتك احنا الجمعيات الاهليه بتنعم بالماده 95 من الدستور اللي قالت ان الجمعيات الاهليه هي تنشأ بمجرد الإخطار وتحصل على شخصية اعتبارية وأنها تعمل بحرية ولا تدخل في شؤونها ولا يتم حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمناها إلا بحكم قضائي. طبعا ده جديد ما كانش موجود قبل كده. كان الجمعية أو المؤسسة بتتحل بقرار إداري من السيد الوزير أو السيد المحافظ. لا دلوقتي لازم بحكم قضائي. دي طبعا ودي تتمشى مع باب الحقوق والحريات والواجبات في الدستور. ودي برضه احنا بنقول رساله للمجتمع الخارجي ان المجتمع الاهلي في مصر بينعم بشيء يمكن مش موجود في كثير من دول العالم. وعشان كده يمكن اما الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن ان 2022 عام منظمات المجتمع المدني لن ياتي من فراغ، لن ياتي من فراغ. وجه نتيجه العمل الكبير اللي المجتمع الاهلي بيقوم بيه. وكلنا بنشوف ان المجتمع الاهلي شارك في المبادرات الرئاسيه سواء 100 مليون صحه، سواء المبادرات مؤسسه مبادره حياه كريمه. طبعا المجتمع الاهلي اشترك جنبا الى جنب مع الحكومه ولا زال يعمل وبقوه. وانا عايز اقول لحضرتك رقم انا قلته حضرتك قبل كده في برنامج مع حضرتك، ان احنا كجمعيات اهليه بنساهم بحوالي 30% من جمله الخدمات الصحيه صحيح التي تقدم للمواطنين. ده موجود بالارقام. فطبعا المجتمع الاهلي. طب سؤالي لحضرتك ست النائب، أصحاب جمعيات حقوق الإنسان بنسبة كام وفوا أوضاعهم وكام لأ؟ هو طبعاً برضو عشان أقول لحضرتك حاجة، إحنا طبعاً كان دايماً أما نتحدث عن قضية حقوق الإنسان وجمعيات حقوق الإنسان، أما كان عندنا 52,000 جمعية، الجمعيات الحقوقية بشكل عام لا يزيد عدد الجمعيات الحقوقية عن 1% من جملة الجمعيات على مستوى لا يزيد بأي حال من الأحوال. هل وفوا أوضاعهم؟ لا يعني انا ما عنديش الرقم بالظبط، انما هو العدد هو اصلا العدد مش كبير. وطبعا احنا النهارده حضرتك في نقطه مهمه جدا عشان في لبس كان موجود. احنا النهارده ما عندناش جمعيات طبقا للقانون الجديد تمارس عمل سياسي ولا عمل حزبي ولا عمل نقابي. يعني احنا عندنا من الانشطه المحظوره ان اي جمعيه او مؤسسه اهليه او اتحاد لا يمارس نشاط سياسي او نشاط حزبي او نشاط نقابي. احنا بنشتغل في مجال عنوانه اسمه تنمية المجتمع. نعم. أما هناك أنشطة محظورة القانون نص عليها. نمرة واحد
ان انا ما احصلش على تمويل من الخارج الا ما اخد موافقه جهه اداريه. نعم. من اثنين لا امارس نشاط يهدد امن الوطن او يدعو الى الرذيله. لسه في ناس بتطلب موافقات علشان تاخد تمويل من الخارج؟ التمويل للخارج يا فندم ده مسموح به وقانوني ومحدش يقدر يقول، طبعا الدوله بتشجعه. نعم. ده قانوني والدوله بتشجعه بس في اطار قانون. ايه قانون؟ نعم. بينظمها ازاي؟ طبعا حضرتك عندك جمعيه من حقك يجيلك تمويل من الخارج، اعملي اتفاقيه مع الجهه المانحه. ايوه. وحتى لو حصلت على الفلوس تتحط في البنك وما تصرفيش منها مليم واحد. وهتبعتي للجهه الاداريه اللي هي وزاره التضامن الاجتماعي. وخلال 60 يوم وزاره التضامن الاجتماعي بترد عليكي. اما نعم. بموافقه اما بالرفض، واما لو ما ردتش عليك بموافقه والرفض هيبقى دي هتعتبر ايه ده موافقه. يعني 60 يوم لو الجمعيه لو الجهه الاداريه لم ما ردتش على حضرتك بموافقه والرفض يبقى دي بمثابه موافقه، وطبعا ده اضافه في يعني عدم الرد هو الموافقه. ايوه يا فندم. تمام. ودي كان التعديل على 75 اللي احنا ناقشناها مع حضرتك قبل كده. ايوه ايوه. كان يعني عدم الرد هو الرفض. أنا أصلي يعني قلت ناقش الموضوع مع حضرتك لأنه من الواضح إنه في ناس كتيرة ما تعرفش حتى تعامل إزاي، وفرصة نحن في عام المجتمع المدني، ففرصة كله. نعم. إحنا عام المجتمع المدني وإحنا طبعاً. نعم. يعني فرصة إنه كله يوفق أوضاعه زي ما بنقول. يعني. نعم. بالظبط. اشكرك يا سياده النائب، اشكرك شكرا جزيلا. سياده النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس نواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه. طيب خلينا كده بسرعه نشوف اخبار الجو اليومين اللي جايين ايه، لانه طبعا يعني الاخبار بتقول انه هيبقى برد وحركه الملاحه وحاجات كده، بس خلينا نعرفها من دكتور محمود شاهين. مساء الخير دكتور محمود. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. إيه يناير طول شويه ولا انا بيتهيأ لي يعني؟ لا خلاص الحمد لله، خلاص كده بنودع يا شهر يناير اللي هو يعتبر عز اتفاق جمهوريه مصر العربيه. النهارده كلنا لاحظنا التحسن. نعم. في الاحوال الجويه زادت فترات سطوع ساعه الشمس النهارده الحمد لله، وقلت كميات السحب بشكل كبير، ومش عايز اقول ارتفعت درجه الحراره ولكن في تحسن واضح في درجات الحراره. وصلت درجة الحرارة بالفعل على القاهرة إلى 16 درجة مئوية عظمى. نتوقع خلال الخمس ست أيام القادمين على الأقل استمرار التحسن في الأحوال الجوية ودرجات حرارة بين 16 إلى 19 درجة مئوية. إحنا هنا بنتكلم التحسن بشكل عام. التحسن بشكل عام. بشكل عام. طيب فيما يتعلق بالرياح والأتربة يا دكتور محمود؟ نشاط الرياح بكره ان شاء الله موجود معانا على السواحل الساحليه الغربيه، القاهره، محافظات الوجه البحري، مدن القناه، شمال الصعيد. نشاط الرياح ده ممكن يكون مصاحب لنشاط رياح مثل الاتربه على الطرق الصحراويه، الاماكن المكثوفه، ولكن بشكل لا يؤثر على قياده السيارات وعلى كافه الانشطه اليوميه. نعم. بس هيكون معاه طبعا فرص سقوط امطار على سواحلنا الشماليه ومناطق الوجه البحري. خفيفه ولا متوسطه ولا ايه؟ لا خفيفه الى متوسطه. ايوه. لكن ما فيش محافظات هتواجه امطار شديده؟ لا لا باذن الله ما فيش امطار جزيره خلال ال 48 ساعه اللي جايين على الاقل. على الاقل على الاقل. خلينا نتابع مع حضرتك، وبالتالي طبعا الملاحه شغاله والدنيا كلها ماشيه بشكل تمام الحمد لله. الملاحه يعتبر ارتفاعات الامواج من 2 متر الى 2.5 متر. يعني ملاحه بحريه معتدله الى مضطربه احيانا، ولكن ما فيش اي تاثير على الانشطه البحريه الحمد لله. طب هايل، مهم قوي ان حضرتك تطمن الناس. بشكرك دكتور محمود شاهين. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، مع تحياتي عز مصطفى والى اللقاء.